بون ابري ميدي لكل ولادنا طلبة وطالبات الثانوية العامة. كوادانوف، ايه الاخبار؟ وحشتوني، بقالي كتير قوي ما شفتكوش، بقالنا سنة. بون اني لو 2020، سنة جديدة سعيدة ان شاء الله 2020، ويا رب كل يعني احلامكو تحقق هذه السنة، وان شاء الله تبقى سنة الحسم والخروج من الزجاجة وعنق الضيق ده بتاع الإزازة اللي هي الثانوية العامة السنة دي. والسنة دي تبقى يعني أول سنة في مستقبل جميل عريض رائع تحققوا فيه كل اللي نفسكم فيه. بونجور دو نوفو، والنهاردة إن شاء الله هنيجي نشتغل لا سويت التابع بتاع يونيتي 3. مسيو خالد اشتغل معاكو، خلص معاكو الوحدة التانية، ربنا يبارك له، ودخل معاكو يونيتي 3. احنا عارفين طبعا ان انتوا خلصتوا يونيتي 3 مع الاساتذة الافاضل بتوعكو، فاعتبروا ان احنا بنعمل ريفيزيون سوا. داكور؟ طيب، كاس كيليا امبورتون دون يونيتي 3؟ في ايه مهم في يونيتي 3؟ يونيتي 3 مليانة حاجات مهمة جدا جدا جدا. اولا عندي لكسيك طويل قوي يخص الكامباني اللي هو الريف، وعندي كاسكيديا دون لا كامباني، ها في ايه في الريف، لليو واسماء ليزانيمو وكمان الابيتا. داكور؟ وكمان هنعمل ايه، هنتعلم ان احنا نعمل ريبوندغ ا اون كيستيون نيجاتيفمون، ان احنا نرد على سؤال بس الطريقه فيها نفي، يعني بالنفي. داكور؟ هناخد شوية اكسبريسيون، شوية مصطلحات تخص النفي، دي جديدة عليكم السنة دي شوية. وكمان هنتعلم ازاي نعمل راكونتي ان ريسي، او هنعمل استوار، او نعمل دي اكسيون، نعملها راكونتي او باسي، يعني نحكي حاجة في الماضي باستخدام الباسي كومبوزي. داكور؟ طبعا انتوا فاكرين. احنا هنطلع فاصل وهنرجع مع بعض نكمل شغلنا النهاردة. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وقلنا النهاردة هنشتغل يونيتي 3. داكور؟ قلنا قبل الفاصل الحاجات الكتيرة قوي اللي انا كتلميذ هستفيد بيها جوه الوحدة التالتة. داكور؟ بس طبعا كل التلاميذ او كل الطلبه همهم الاكزامان. اكزامان هيجي ازاي؟ يعني انا هستفيد ايه لما اعرف اسماء الحيوانات؟ هستفيد ايه لما اعرف الحيوانات دي بتعيش فين؟ واسم الذكر والانثى والرضيع او الطفل بتاع الحيوان ده اسمه ايه؟ لا، لازم يكون عندك حصيله من المعلومات العامه، والمعلومات العامه دي هتفيدك اكيد في الاكزامان. طب تعالى نشوف ازاي. يلا، لو انا عندي في الكيستيون بتاعت السيتواسيون اللي هي المواقف، انا المواقف هتجيلي ازاي؟ هتجيلي كده. يلا، طبعا التيتر بتاعي هيبقى شوازيسي لا ريبونس كونفينابل، اختار الاجابه السليمه. عندي الكيستيون بتقول لي ايه؟ فو دوموندي، يعني حضرتك بتسأل. طبعا هنا اتفقنا ان احنا طبعا بنحترمكم جدا، وطبيعي لغة الاحترام هيبقى الضمير فو، فو دوموندي ا فوتر بير، حضرتك بتسأل باباك، او فيف لو تورو اي لا فاش، il répond. التورو اكيد معروف، والفاش الناس كلها عارفاها، وفي جبنة مشهورة جدا جدا تحمل اللقب. داكور؟ يا ترى بابي لما هيجي يرد عليك، لما انت سألته يا بابا الطور والبقرة بيعيشوا فين، المكان الابيتا بتاعهم، هما المكان الاقامة بتاعت الحيوانات دي او الفصيلة دي من الحيوانات فين؟ عندي تخوا شوا، تلات اختيارات عندي، دان لي تابل ودان لو باسكور ودان لو كلابيه. طبعا الناس الشاطرة اللي ذاكرت وعملت شغل حلو وحفظت جاوبت من اول ثانيه، انا سامعاكم وبرافو عليكم. طيب في ناس تانية لسه بتذاكر الوحده ولسه مش قادره يعني تتوصل لطريقه ان هي تحفظ بيها
الحيوانات مثلا مؤنث ومذكر اسمائهم ايه، وشايفه ان ده فيه صعوبه. واحده واحده الدنيا بسيطه جدا. لسه لحد امبارح كان في ناس بعتالي على الجروب بتاعنا، انتوا عارفين ان عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها اصدقاء برنامج سر التفوق للغه الفرنسيه، وده يشمل الثلاث سنين اولى وثانيه وثالثه ثانوي. لحد امبارح كان ابن من ولادنا بعت لي يقول لي يا مدام انا لسه مش بعرف افرق بين المذكر والمؤنث. قلت له ابدا ارجع تاني احفظ الكلمات بالاداه، سواء او لو يبقى دي مذكر، سواء ان او لا دي للمؤنث. لو انت حفظت من الاول الكلمات بالاداه ده هيريحك جدا بعدين. داكور. طب نرجع بقى، يا ترى او فيف التوغو والفش دون لي تابل دون لو باسكور دون لو كلابيه. طب تعالى نبدا من تحت لفوق، يعني ايه دون لو كلابيه؟ كلابيه دي بالظبط حظيره الارانب، بالظبط دول اللي بيعيشوا فيها اللابان واللابين واللابرو. لابان اللي هو الارنب الذكر، لابين الارنبه، واللابرو اللي هي صغير الارنب. داكور. طيب لو باسكور ايه هو دون لو باسكور؟ يعني ايه الباسكور؟ باسكور ده المكان المخصص للفصيله بتاعت الكنار، كنار اللي هو البط. فعندي البط الولد او الذكر اسمه كنار، والبطه كان، والفرخ البط الصغير اسمه كانوتون. دول بيعيشوا في الباسكور، واحيانا هتلاقيهم على طول ايه بالظبط في البركه بتاعه الميه اللي موجوده في الريف بتاعنا اسمها لامار. داكور. طيب ايه بقى دون لي تابل؟ بالظبط دون لي تابل اللي هي الزريبه بتاعه الحيوانات الكبيره، داكور، اللي هي العجول والابقار، وطبعا التوغو المؤنث بتاعه فاش، والصغير بتاعهم بيبقى العجل الصغير اسمه فو. داكور. طيب يبقى الاجابه الصحيحه هتبقى دون لي تابل. لو انا مش عارف ابدا اعمل استبعاد، العب استبعاد، ده ما ينفعش ده ما ينفعش، يبقى اذا التالت هو الصحيح. داكور. يلا في اللي بعده، شوف الجملة اللي بعديها بيقول لي ايه. votre sœur يعني اخت حضرتك vous demande بتسأل quels animaux vivent dans la bergerie. quels animaux يعني ايه الحيوانات، ما الحيوانات اللي بتعيش dans la bergerie. bergerie ده المكان المخصص لمين يا ترى؟ اني فصيلة من الحيوانات؟ هل ينفع الفصيلة بتاعت الحصان مثلا؟ طب انتوا فاكرين الحصان اسمه ايه؟ تمام، الحصان اسمه شيفال، والجمع بتاعه بيبقى شو فو. تري بيان. طيب الحصان المؤنث بتاع الحصان اللي هي الفرسه اسمها جومون. طيب الصغير بقى المهر الصغير اسمه بولا. داكور. دول عايشين فين؟ هل عايشين في البرجوري؟ لا ما اعتقدش. طيب احنا لسه قايلين التوغو والفش والفو عايشين في مكان اسمه الاتابل، يبقى برضو مش الفصيلة دي. طيب هل الكنار، لسه قايلين الكنار والكن والكانوتون بيعيشوا ها في بالظبط في مكان اسمه الباسكور او مكان اسمه لا ماغ. طيب تعال نشوف الاول ايه الحيوانات اللي بتعيش في البرجوري. احنا قلنا اختك بتسالك quels animaux vivent dans la bergerie، المفروض ان احنا عايزين نوصل مع بعض الناس اللي ما ذاكرتش او ما عندهاش خلفيه ان البرجوري دي المكان المخصص للفصيله بتاعه الموتان. موتان اللي هي الخرفان، موتان الولد اللي هو الخروف، وعنده بيربي، وعند في كمان فصيله اللي هي البوك اللي هي بيبقى الكبش او التيس، والشافغ اللي هي النعجه والمعزه. داكور. والصغير بتاعهم اللي هو هيبقى الشافغو اللي هي الخروف الصغير، وكمان عندي الاجنو اللي هو الحمل الصغير. كل الفصيله دي من الخرفان والمعيز والجديان داكور بتعيش في البرجوري. طيب انا عندي التخوا شوا، عندي لي بوسان
فستان اللي هم مين؟ فستان اللي هو الكتكوت، الكتاكيت اللي هي الفراخ الصغيرة، داكور. وعندي لشافغ اللي هي المعزة أو المعيز، والكنار اللي هي البط. لما أختي تيجي تسألني يا ترى المكان اللي اسمه بارجوري، اللي هي الحظيرة المخصصة لقطعان الغنم أو الخرفان، دي البرجوري، بيعيش فيها أنهي حيوان؟ طبيعي هقول لها إيه؟ هقول لها لشفر. داكو، يبقى البرجوري بيعيش فيه إيه؟ لي موتون ولي شافغ ولي بوك ولي بربي والشافغ والشافغو. داكو، ما ينفعش الكنار وما ينفعش البوسان. عرفت أنت لازم كطالب أو كطالبة تحفظوا الحيوانات اسمهم مذكر ومؤنث والصغير بتاعهم ليه، وتحفظوا كمان أماكن الأبيتا اللي هي أماكن السكن بتاعة كل فصيلة ليه، عشان أكيد هتتسألوا فيها في الامتحان في حاجة زي المواقف، يعني منها معلومات عامة ليكوا ومنها أكيد سؤال في الإجزامة. داكو، تعال نشوف السؤال اللي بعده. Votre petit frère، يعني أخوك الصغير، vous demande، بيسأل حضرتك، où vit la poule et le coq؟ ها، poule اللي هي الفرخة، والcoq اللي هو الديك. طيب، لسه قايلين حالا من شوية في الفراز اللي قبليها الصغير بتاع الفرخة اللي هي الكتكوت، الفرخة الصغيرة أو الديك الصغير، ده الكتكوت اللي هو اسمه بوسان. طب العيلة دي بقى اللي هي البول والكوك والبوسان، او فيف، بيعيشوا فين؟ يا ترى دون لي تابل ولا دون لو كلابيي ولا دون لو بولايي؟ لسه قايلين من شويه قلنا الاتابل ده المكان المخصص اللي هي الزريبه بتاعه العجول الكبيره، صح؟ والاخيره اللي هو كلابيي ده المكان بتاع الارانب كلها. يبقى في كلمه قريبه جدا من كلمه بول، فالبول بتعيش في حظيرة الفراخ هي والديك والبوسين الكتاكيت الصغيرة، يبقى البول والكوك فيف دون لا دون لو بولايي. داكور، تمام. طيب يلا نشوف اللي بعده. قال لي فوتر سور، اختك، فو دوموند، بتسألك بوركوا. بوركوا هنا يعني ايه؟ بوركوا يعني لماذا، ومهم قوي قوي ان انا اعرف لماذا في الكيستيون عشان برد عليها بحاجات كتير. تعالوا كده نكتب مع بعض عشان نمسك كلمة كلمة ونظبط. بوركوا يعني لماذا، برد على لماذا بإيه بقى؟ برد عليها ممكن بثلاث حاجات، برد عليها ببار سكو، بارسكو يعني لأن أو علشان، كمان برد بكلمة كار، كار هنا لأن، داكور، وبعد بارسكو وكار بتجيلي جملة كاملة يعني سوجي وفيرب وكومبليمون. يعني ممكن أقول له بوركوا تو فا أو ستاد، ليه هو أنت رايح للستاد؟ يقول لي جو في أو ستاد بارسكيل يا أن غران ماتش، لأن في ماتش كبير قوي، ماتش مهم، فانا هروح للاستاد عشان اشوفه. داكار، يبقى هنا حطيت لما ارد بارسكو او كار لازم يجي بعدها جمله كامله سوجي فيرب كومبليمون، فاعل فعل مفعول. اما الرد الثالث بيبقى بور، بور يعني من اجل او لكي، وبعد من اجل او لكي بيجي لي فعل مصدر. لو انا سالت نفس السؤال بوركوا فاتو او ستاد، ليه انت رايح للاستاد، ممكن يقول لي بور فوار لو ماتش ديجيبت مثلا افيك لو كوت ديفوار مثلا، عشان اشوف من اجل رؤيه الماتش اللي بين مصر والكوت ديفوار مثلا. داكور، فاذا بوركوا لماذا برد عليها بثلاث حاجات، ثلاث اجابات محتمله، باسكو وكار بيجي بعدها فراس كومبليت، وبور بيجي بعدها فعل في المصدر، تمام. دي كده البوركوا اللي حبينا نعرضها. نرجع بقى، votre sœur vous demande pourquoi vous n'aimez pas la campagne. يعني ايه الكلام ده؟ اختك بتسالك pourquoi يعني ليه، vous n'aimez pas la campagne، هو انت مش بتحب الريف ليه؟ ها، vous répondez، كلمه vous répondez يعني انت
حضرتك اللي هتقوم بالرد. وناخد بالنا من حاجة مهمة قوي، دايما دايما في السيتواسيون عيني تبقى على اول الفراز واخر الفراز. يعني مثلا اول الفراز ليه؟ عشان افهم مين اللي بيتكلم. اخر الفراز ليه؟ عشان افهم هل اللي بيتكلم ده هو اللي بيكمل السؤال بتاعه او بيكمل الجملة الخبرية بتاعته، ولا في حد تاني، في شخص تاني مثلا تم القاء سؤال عليه وهو بيرد. هنا اختك بتسألك انت ليه مش بتحب الريف، ففو ريبوندي، حضرتك هترد. يبقى هنا في شخصين، اول الجملة كان شخص طرح سؤال، اخر الجملة حضرتك بترد. يبقى اذا فو ريبوندي، يبقى انت بتدور على الايه، على الاجابة. انما لو نفس الجملة بيقول لي votre sœur vous demande pourquoi vous n'aimez pas la campagne، elle dit، اختك بتسألك لماذا لا تحب الريف، فهي بتقولك، طالما هي بتسألك وهي بتقول لك آخر الجملة، إذا الجملة اللي أنت بتدور عليها في الاختيارات هتبقى جملة سؤال، تمام؟ أما هنا votre sœur، أختك سألتك، وآخر الجملة vous répondez، حضرتك هترد، إذا إحنا بندور على جملة رد. داكور؟ عشان كده بقول لك عيني على أول الجملة وآخرها بالذات وأنت بتحل السيتياسيون. تعالى ما نشوف كده الإجابات المحتملة وتعالى نتناقش فيها. انا دلوقتي قلت الجمله اختي او اخت حضرتك سالتك انت ليه مش بتحب الكامباني، فانت هترد. يا ترى لما تيجي ترد هترد بقال ام بكل كامباني، هي بتحب جدا الريف، ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ اي نعم انا بحترم حضرتك وبقول لك حضرتك وحضرتك هترد وكل حاجه، بس انت لما تيجي تتكلم وهترد هتقول انا، صح؟ يبقى اذا اول ما الاقي ال او هي اول الجمله يبقى الجمله دي مش صح، يبقى دي اول واحده مش صح. طيب خلينا في الاخيره، parce que j'ai peur des animaux، parce que j'ai peur des animaux، لان انا عندي رهبه او عندي خوف. وده مصطلح مهم جدا، يعني في ناس كتيره قوي عندها خوف من ال انيمو. ده مصطلح اسمه افوار بير، وافوار بير يعني يشعر بالخوف. طبعا واحنا بنشتغل بنبدا نمسك افوار ونصرفه. لو انا اللي انا اشعر بالخوف هبدا اصرف افوار مع انا اللي هي جي. لو انت بسالك انت بتخاف من الحيوانات هقول لك تو. لو كانت هو بيخاف يبقى إيه الـ أ وقال أ، داكا؟ وطبعا بير بتنزل زي ما هي، جي بير أنا عندي خوف أو عندي رهبة من الحيوانات، يبقى جي بير ديز أنيمو، وهكذا، بير ثابتة مع الكل، ده اسمه إكسبريسيون يعني مصطلح، تمام؟ طيب، الجملة التانية كار إيل أم لا في أون فيل، كار يعني لأن، هي لأن رد من الردود المحتملة على بوركوا، بس كار إيلام لا في أون فيل لأن هو بيحب الحياة في المدينة. يا ترى الجملة دي صح؟ هو لوجيك إن أنا أقول لحد أنت ليه ما بتحبش تروح الريف أو ليه ما بتحبش الحياة في الريف، يقول لي أنا عشان أنا بحب الحياة في المدينة، مدينة أكبر وفيها حاجات أكتر وليو داتراكسيون كتيرة، ها؟ إنما هل هنا كار إيل هو دي صح؟ لا مش صح. يبقى لأن هو بيحب الحياة في المدينة، لا الجملة دي كده مش سليمة. ليه بقى؟ أو مش الجملة اللي أنا مفروض أن أنا أختارها. ليه؟ لأن أنا اتفقت معاك، أختك بتسأل حضرتك أنت ليه ما بتحبش الريف، فحضرتك هترد، اتفقت معاك أنت هترد بإيه؟ بأنا. يبقى إذن الأنا الوحيدة هي نمرو سي، parce que j'ai peur des animaux. اختي بتسالني وانت ليه ما بتحبش الريف، هقول لها لان انا بخاف من الحيوانات. وناس كتيره جدا عندها الفوبيا دي او عندها نوع من انواع الفوبيا بالنسبه للانيمو، ما بتحبش الحيوانات، تخاف منها. داكور؟ عرفنا ننقي ازاي او نختار الاجابه السليمه ازاي؟ واحد نقرا، اتنين نحلل، تلاته نستنتج، اربعه هنوصل للصح على طول. وميرسي طبعا لكل الناس اللي مذاكرة وحلت وبترد علينا فورا.
يلا الجملة اللي بعد كده بيقول لي votre ami vous demande. votre ami vous demande، صديق حضرتك vous demande بيسأل حضرتك pourquoi vous aimez aller à la campagne. دي عكس الجملة اللي فاتت pourquoi vous aimez aller à la campagne، لماذا حضرتك بتحب الذهاب على campagne إلى الريف. وخلي بالك دايما vous aimez حضرتك بتحب، جاي بعديها aller مصدر، عشان القاعدة اللي بتقولي دو فيرب كي سو سويف، واحد متصرف والتاني مصدر، نراعي ده كويس. ها لما صديقك بيسألك وانت ليه دايما بتحب تروح الريف، فو ريبوندي حضرتك هتجاوب، هتقول ايه بقى؟ تعالى كده نقرا الاختيارات ونشوف ايه الصح. جو نو سي با مونتي ا شيفال، يعني ايه جو سي با مونتي ا شيفال؟ على فكرة من ضمن الحاجات المهمة جدا في الوحدة دي ان حضرتك تقول لي كال اكتيفيتي تو سي فير، كال اكتيفيتي تو سي با فير على كومباني، ايه الانشطة اللي انت بتحب او تعرف تروح تعملها هناك في الريف. ناس في الريف كلهم بيشتغلوا وكلهم مجتهدين وكلهم نشاط ما شاء الله عليهم، وعندهم على طول اليوم مزدحم، فمفيش حد بيبقى قاعد كده ما بيعملش حاجة، او قاعد فقط على السرير بيلعب بلاي ستيشن او مشغل ميوزك بس فقط لا غير، وماسك البورتابل بتاعه اللي هي تليفونه وقاعد عايش على النت وخلاص. لا، ناس هناك بتشتغل من الفجر لحد بالليل، وبيشتغلوا حاجات كتير جدا. طب انت بقى كابن مدينة وبتروح هناك مثلا الريف تزور اهلك وتقعد لك شوية مثلا تقضي الويك اند معاهم، هتروح بس تتفرج عليهم وهما بيشتغلوا ولا هتساعد؟ اكيد هتساعد، بس في حاجات تعرف تعملها وفي حاجات ما تعرفش، في حاجات هما يقدروا يعلموها لك وحاجات انت مش هتقدر تتعلمها. داكو، فدي كمان لازم نتكلم فيها، الاكتيفيتي كو تو سي فير على كامباني والاكتيفيتي كو تو سي با فير على كامباني، الانشطه اللي انت ممكن تعملها ممكن تعرف تعملها في الريف، والحاجات اللي ما تقدرش او مش عارف يعني تعملها او تقضيها. داكو، ففي حد يقول لي جون سي با مونتي ا شيفال، انا مش بعرف اركب حصان. كلمه مونتي ا شيفال ده مصطلح اللي هي يركب حصان. داكو، طيب كار جيم مو بروموني او شان، كار هنا لان، جيم مو بروموني او شان، انا احب مو بروموني، ده فيرب سو بروموني وده فعل مهم جدا هيخدمني قوي في الوحده دي، ان انا اتفسح. اتفسح فين بقى؟ او شان يعني في الحقول، تمام، الحقل بتاع القمح، الحقل بتاع الرز وهكذا، دي الحقول. طيب التالتة parce qu'elle a peur des animaux، لأن هي بتخاف من الحيوانات. يا ترى إيه الإجابة السليمة؟ لما صاحبي يسألني أنت ليه بتحب تروح دايما الريف؟ يكون الإجابة منطقية نمرو إيه؟ أكيد نمرو ب، لأن أنا بحب ان انا اروح اتفسح في الحقول، الاماكن الواسعه الشاسعه المفتوحه اللي تبقى يعني ارض وسما فقط لا غير، وده طبعا شعور مفتقد عندنا هنا في المدينه. داكو، يبقى دي الاجابه السليمه. تعال نشوف الجمله اللي بعديها. votre frère vous demande، اخوك بيسال حضرتك où vit le poulain، أين يعيش البولا؟ ها رجعنا تاني لأسماء الحيوانات، مذكر ومؤنث والصغير. طب فو ريبوندي، يا ترى مين البولا؟ لسه قايلين من شوية الحصان اسمه شيفال، الفرسة اسمها جومون، والمهر اسمه بولا، ده المهر. يبقى هنا أخويا بيسألني هو المهر ده أو الحصان الفصيلة دي من الحصنة بتعيش فين؟ هل بتعيش في الكلابيه اللي احنا قلنا من شويه حظيره الارانب، ولا بتعيش في البيرجوري اللي هي المكان المخصص للفصيله بتاعه الخرفان والمعيز، ولا دون ليكوري في مكان مخصص بالحصينه اسمه الاستابل؟ اكيد بيعيشوا في الايكوري. ما هو انا لما اعرف هو بيسالني عن ايه وانا حافظ الفصائل بتاعت الحيوانات مذكرها ومؤنثها وصغرها ومكان البيات بتاعهم او مكان معيشتهم، يبقى اكيد انا هعرف اجاوب على هذا السؤال. عكس حد تاني خالص لسه ما حفظ
الحيوانات، وصعب عليه شوية ان هو يعرف بولا يعني ايه، علشان هو يعني ما اجتهدش. تمام، لو سمحتوا نحفظ الحاجات دي، مهمة جدا جدا جدا. ماشي، هقولكوا زي مامي في البيت، ما هو لو فيلم كنتوا حفظتوه صح؟ طيب اعتبروه فيلم، داكور. يلا نشوف الجملة التانية. votre ami، صديقك، vous demande، بيسأل حضرتك، où êtes-vous allé، où êtes-vous allé pendant le week-end، vous répondez. ده سؤال. السؤال بيقول لي ايه بقى؟ صاحبك او صديق حضرتك بيسأل سعادتك، où êtes-vous allé، حضرتك رحت فين، pendant يعني اثناء، الويك اند، وحضرتك هترد. وخلي بالك قوي من الاستركتور بتاع الفراز دي او شكل الجملة دي، حضرتك رحت فين. تمام، يبقى فيرب يذهب او فعل يذهب في الماضي، وهنتكلم في الماضي النهارده. يبقى او ات فو الي، حضرتك رحت فين بوندون لو ويكند، فحضرتك هترد تقول له ايه بقى؟ عندي ثلاث اجابات اهو. يا ترى جو بريفير جوي او جو فيديو، انا بفضل اني العب بي اس او جو فيديو او بلاي ستيشن، ولا اون فا او سينما سو سوار، احنا هنروح السينما النهارده بالليل، ولا جو سويز الي على فيرم de mes grands-parents، أنا ذهبت إلى المزرعة بتاعت جدي وجدتي. أني صح؟ الصح هما كلهم هنا، يعني في اتنين منهم أماكن ومنهم واحدة activity اللي هي أنا بلعب أو أنا بفضل لعب البلاي ستيشن. طيب أني صح؟ الصح هتبقى نمرو سي. ليه؟ علشان الفرب اللي جاي لي فوق في الجملة، قال لي حضرتك ذهبت فين أثناء الويك أند، غير ان كمان ان ذهبت جاي في الماضي بس كومبوزي، فاحتراما للفعل واحتراما للزمن لازم اختار الاخير. قال لي حضرتك ذهبت فين اثناء الويك اند، هقول له انا ذهبت الى المزرعه بتاعه جدي وجدتي، je suis allé à la ferme de mes grands-parents. داكور، لازم يكون في لوجيك، لازم يكون في منطق. تمام، اتسالت في الماضي يبقى هرد في الماضي. ماشي، وابص كويس قوي على الفعل اللي موجود جوه السؤال اللي هي جوه الجمله الاصليه عشان اعرف اشتغل صح. تمام، طيب تعالى الجمله اللي بعدها هنقول ايه. طيب votre ami، صديق حضرتك، vous demande، بيسالك، ce qu'il y a، ce qu'il y a يعني ماذا يوجد، dans le potager. Vous dites، الناس اللي مذاكرة وحافظة الكلمات بتاعت الوحدة ردت من أول ثانية، قالت لي بوتاجي يعني بالظبط البستان. البستان ده اللي بيبقى فيه أشجار الخضار والفاكهة. داكور، طيب فهنا صاحبي بيسألني، صاحبي ابن مدينة مثلا، ما يعرفش مثلا هو جاي لي زيارة، أنا اللي عايش في الريف وهو جاي لي زيارة، وأنا بقول له تعالى وديك البستان، فلي هنشوف ايه هناك، كاسكيليا، ماذا يوجد جوه البستان ده. هقول له ايه بقى؟ يا ترى اليا دي ليجوم، في خضار، ولا اليا دي كانار، انا هوريك المكان اللي عايش فيه الكنار اللي هو البط، ولا اليا دي موتون، تعالى افرجك على الخرفان عايشين فين. طبعا قلنا بوتاجي جايه البستان بتاع اللي فيه اشجار، والاشجار دي بتطرح خضار وفاكهه، فتعالى هيبقى فيه خضار، تعالى نقطف الخضار اللي هنعمله على الغدا النهارده. داكور، يبقى بنزرع الخضار فين؟ في البوتاجي. تعالى نشوف الجمله اللي بعدها. votre ami vous demande، صاحبك برضو بيسال حضرتك، quel lieu trouve-t-on dans la ferme او dans la campagne، يا ترى ايه الاماكن اللي ممكن نلاقيها في المزارع الكبيره او في الريف عامه؟ يعني ايه الاماكن؟ ما هو اصلا الفرم او الكامباني ده مكان، ايوه، بس الريف كمان جواه اماكن، لسه بقوم بنقول اهو من شويه، في مثلا البوتاجي اللي هو البستان، في كمان ايه، في كمان بري
لو بخي اللي هو المرعى، المرعى اللي هي المساحات الخضراء الواسعة اللي بينزلوا فيها العجول علشان يبدأوا يرعوا وياكلوا أكل يا ريت يكون ما فيهوش أي حاجات شيميك، أي حاجات كيميائية، وياكلوا أكل نظيف علشان بعد كده إحنا اللي بناكلهم فصحتنا ما تتأثرش. يعني دي البري اللي هو المرعى. وفي كمان قلنا البوتاجيه اللي هي البساتين اللي بيبقى فيها بالظبط الخضار والفاكهة. وفي ليشان، ليشان يعني الحقول اللي بيبقى فيها الزراعات التانية زي القمح والرز وكده. دكار. فأنا صاحبي بقى بيسألني إيه الأماكن اللي ممكن ألاقيها في المزارع الفرم أو في الكامباني. فو ريبوندي، حضرتك هترد عليه، هل ينفع أقول له الفرم أو الكامباني فيهم زو تياتر، حديقة حيوان ومسرح؟ يعني سيبا لوجيك صح؟ طب هل ينفع أقول له في الكامباني أو في الفرم إليا دي كلاس وسي دي إي وكور، فصول وقاعة مثلا كبيرة اللي هي قاعة الوسائط المتعددة، وفي كمان فناء؟ أكيد لأ. يبقى الصح في البري اللي هو لو بري اللي هي لو ليو او مانج لي توغو لي فاش، المكان اللي بينزلوا فيه العجول الكبيرة ترعى يعني تأكل، تمام. والبوتاجي اللي هي البساتين بتاعة الشجر الخضار والفاكهة، دي من أهم الأماكن. وممكن يشيل واحدة ويحط كلمة ليشان، تمام. طيب شوف السؤال اللي بعد كده. Vous acceptez l'invitation، يعني حضرتك قبلت دعوة وجهت ليك دعوة من صديق ان انت تروح معاه الكامبان، ف vous acceptez l'invitation، حضرتك قبلت الدعوة بتاعت صديقك عشان تروح معاه الى الريف. ها vous dites، هتقول له ايه؟ يعني هو صديقك عايش في الريف وقال لك ها ما تيجي، او مثلا عايش في المدينة وعنده اهل في الريف وقال لك ما تيجي معايا افسحك هناك واوريك حاجات ما شفتهاش قبل كده. طيب vous acceptez، حضرتك قبلت، لما اجي اقبل دعوة ايه الكلمات اللي انا ممكن استخدمها عند قبول الدعوة؟ كلمات كتيرة جدا جدا جدا، منها اول واحدة اللي هي c'est une bonne idée. c'est une bonne idée، دي فكرة حلوة جدا، تمام. طب ممكن نقول ايه كمان؟ نقول oui avec plaisir، ايوه بكل سرور، او super oui bien sûr، دي حاجة جميلة جدا، حاجة هايلة، تمام انا معاك. او مثلا جاكسبت افيك غران بليزير، انا هقبل بكل سرور فوتر انفيتاسيون، الدعوه بتاعتك. ففي كلمات كتيره قوي بور لاكسبتاسيون دون انفيتاسيون، لقبول دعوه برد مثلا وي بيان سور، او افيك غران بليزير، او جو فياندري سي سور، انا جايه اكيد، تمام. او وي سي اون بون ايدي، او سي سوبر، او سي جينيال. كلمات كتيره قوي ممكن نكتبها واحنا بنقبل الدعوه، تمام. ما ينفعش خالص بقى مون اونكل في على كامبان، عمي ساكن في الكامبان، ماشي دي ما فيهاش اي كلمه من كلمات القبول. طب الاخيره او نو سي نول، او نو سي نول، طبعا كفايه نو قوي ان انا يعني افهم منها انه ده مش بيقبل، ده بيرفض. وسي نول، في ناس بتشوف ان الذهاب الى الريف ما فيهوش متعه، حاجة مش لطيفة يعني، حاجة مملة شوية، فما فيش بقى اكتيفيتي بقى ونخرج وندخل ونتفسح وكده، ماشي. فالأخيرة مش هتنفع طبعا خالص، دي تنفع في العكس. يعني بدل ما يقول لي vous acceptez l'invitation، حضرتك بتقبل مثلا دعوة وجهت ليك، هيقول لي vous refusez، حضرتك بترفض الدعوة، وجهت لك دعوة مثلا للذهاب إلى المكان الفلاني فحضرتك بترفض. فممكن من الحاجات بتاعت الرفض نقول نو سي با اون بون ايدي، لا مش فكره حلوه، باردون جو سوي اوكيبي، اسف انا مشغول، او مثلا ديزولي جو سوري با لا، انا بعتذر والله انا مش هبقى موجود في الوقت ده، تمام. او او نو سي نول، لو انا بقى واصحابي، وطبعا الشباب ليهم يعني لغه كده خاصه بيهم، فمنها او نو سي نول، لا 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 لا، وحشة الدنيا، مملة كده يعني. داكو، تعال نشوف الجملة اللي بعد كده. قال لي ايه بقى؟
Allez, votre ami vous demande ce que vous faites à la campagne en été. دي مهم قوي ان انا امشي مع الجمله من الاول للاخر عشان افهم. Votre ami صديق حضرتك vous demande بيسال حضرتك ce que vous faites حضرتك بتعمل ايه في الكامبانيه en été. En été في الصيف. يعني في السيزون اللي هي plein d'activités. تمام؟ طبعا الصيف هنا اولادنا بيستنوه بفارغ صبر علشان يخرجوا ويتفسحوا ويسافروا وحاجات كتير قوي. طيب انتوا بقى مثلا كريف بتعملوا ايه في الصيف؟ فهتبدا ترد عليه. الردود هنا je pars en avion انا هسافر بالطياره، ودي طبعا يعني مش مح يعني مستحيله مش محتمله، بس يعني دي غلط خالص. والأخيرة je regarde des matchs au stade أنا بروح أشوف الماتشات في الاستاد، ودي كمان بعيدة جدا. الصح بتاعها je me baigne dans la rivière بما إن نصام أونيت إحنا في الصيف، وطبعا il fait chaud partout هيبقى الجو حر في كل حتة في الدنيا، وil y a beaucoup de soleil في شمس كتير قوي، فأسهل حاجة ان انا je me baigne dans la rivière. انتوا بتنزلوا مثلا في مصر او في المدينه بتروحوا النوادي تنزلوا بيسين، احنا سكان الكامباني بننزل نعمل ايه؟ ننزل نعمل بنيه دون لا ريفيير، بننزل في الانهار. داكار، بنزل اخد البان بتاعي في الريفيير. تمام، انت بتنزل بيسين وانا بنزل لا ريفيير، دون لا ريفيير في النهر. داكار، وكله عشان نتغلب على الحرارة. طيب vous demandez à un copain، انت بتسأل صديق ses activités à la campagne. لسه قايل لك من شوية الناس اللي عايشة في الكامباني ناس اكتف جدا، يعني تروز اكتيف، يعني قد كده نشيطين وما شاء الله عندهم طاقة وباور وحاجات حلوة قوي قوي قوي. فانت بتسأل صديق عن الاكتيفيتي بتاعته في الكامباني، ها فوديت. خلي بالك ده هنقف فيها شوية ونفكر، قلنا عيني على اول الجملة واخرها فو دوموندي وفي الاخر فوديت، يعني حضرتك بتسأل شخص عن حاجة واخر الجملة فوديت حضرتك بتقول، يبقى هنا عايز الايه؟ تمام، يبقى عايز السؤال. يبقى وانا مغمض هختار الاخيرة، بس انا مش عايزة اغمض، انا عايزة اقرأ واحلل واختار على اسس. طيب هل لما انا اتسأل وانا رايح مثلا الكامباني او بعيش فترة الصيف في الكامباني وعندي اكتيفيتي كتيرة قوي، اقول له ايه الاكتيفيتي اللي انت بتروح تعملها هناك؟ اقول له انا ما بعرفش اركب حصة، جون سي با مونتي اشافال، هل دي اجابة منطقية؟ اكيد لا. طيب ممكن اقول جو راماس لي فخيز، صح، بنزل مثلا لما اكون في زياره للكامبانيا او في زياره لاهلي هناك في الريف ونازلين مثلا يجمعوا محصول الفراوله، بنزل معاهم واتعلم واعمل زيه، فجوراماس لي فريز. ماشي، دي واحده من الاكتيفيتي بتاعت الكامباني، صح، بس هل تنفع هنا؟ لا. ليه بقى؟ عشان انت بتسال صديق فانت بتقول، يبقى انا بدور على سؤال، يبقى السؤال هو الاخير. tu sais faire quoi à la campagne، انت بتعرف تعمل ايه في الكامبان لما تروح الريف؟ بتعرف تعمل ايه؟ ايه الاكتيفيتي اللي انت بتروح تعملها؟ داكو، لو كانت نفس الجمله على انت vous demandez à un copain ses activités à la campagne il dit، هو بيرد، يبقى اكيد اكيد دي كانت نمرو بي هي اللي تبقى الصح، هي انا بنزل الم معاهم محصول الفراوله. داكو، je ramasse les fraises. تعالى نشوف كمان جملة هنا بقى. Allez vous refuser l'invitation، حضرتك رفضت دعوة، عشان نبقى اتكلمنا في القبول والرفض بتاع الدعوة. ف vous refuser l'invitation de votre ami، حضرتك رفضت الدعوة بتاعت صديقك pour passer le week-end، عشان تقضي الويك-end avec lui à la campagne، هو عزمك ان انت تروح معاه الكامباني تقضي الويك-end وانت بتعتذر. ها vous dites، يا ترى هتقول له ايه؟ هتقول له oui c'est une bonne idée، اه دي فكرة حلوة قوي، ولا je suis tout à fait d'accord، انا موافق معاك جدا،
ولا هتقول له ديزولي جو بي با، والله انا اسف انا مش هقدر. وطبعا انا اسف هي الصح، لان ليه انا اسف هي الصح؟ لان الاسف الديزولي والباردون وجو بي با واكسكوزي موا داكور، دي كلها المصطلحات او التغم بتاعه الرفو بتاعه الرفض، على عكس وي وي بيان سور وافيك بليزير وجو فياندري سيغمون وكل الحاجات اللي فيها ايوه وداكور وكده، اللي هي الاكسبتاسيون. ما انت خدت كلمات للموافقه وكلمات للرفض، تيجي نكتبهم عشان يبقى عندك خلفيه. طيب يبقى هنقول pour accepter une invitation on dit، عشان تقبل دعوة هتقول مثلا تمشي وي بيان سور. وخلي بالك هنا كلمة سور يعني متأكد، يعني بالتأكيد، في فرق بين سور دي وسور اللي هي البريبوزيسيون حرف الجر بمعنى فوق أو على، تمام؟ أو ممكن أقول وي أو ما أقولش، أو سيت اون بون ايدي على طول. دي كده فكرة حلوة جدا. ممكن أقول له وي سي سوبر، يا سلام دي حاجة رائعة. أو بيان سور جو فياندري، بالتأكيد جاي معاك. أو أقول كمان افيك جران بليزير، بكل سرور. دي كده بور اكسبتي اللي هو لقبول دعوة. عكس بقى الاكسبتاسيون هيبقى بور refuser. Pour refuser une invitation، علشان أرفض دعوة، on dit، بنقول إيه؟ بنقول الحاجات الأساسية بقى، pardon، ديزولي، اكسكوزي موا، اعذرني. دي الترمات الأساسية، باردون، ديزولي، اكسكوزي موا. أو أقول ببساطة نو، ومعاهم بقى اكسكوز، يعني مش هقف مثلا أقول إيه باردون وبس، آسف فقط، لا آسف وحاجة، آسف مثلا جو بو با، أو ديزولي je suis occupé، occupé يعني مشغول. او excusez-moi مثلا j'ai un examen، او je serai à l'étranger، هبقى خارج البلاد في الوقت ده. او مثلا في ناس تقول لك excusez-moi je suis malade، انا اسف انا مريض. واحنا ما شاء الله الجو اليومين دول يعني مخلي مصر كلها تعبانه، ربنا يعافينا جميعا. ف pardon je ne peux pas، désolé je suis occupé، excusez-moi je suis malade، non je ne pourrai pas مثلا، اسف انا مش هقدر. كده كلمات القبول وكلمات الرفض على اي انفيتاسيون تجي لك، داكور؟ لو حد وجه لك دعوه عرفت هتقبل ازاي، ولو حد وجه لك دعوه وعايز ترفض عرفت هتقول ايه، تمام؟ تعالى بقى نشوف حاجة تانية. تعالى نتكلم في المال. تعرف ان المال ده طبعا يعني موجود في كل الامتحانات، ركن اساسي زيه زي المواقف. ما احنا اتفقنا بقى، اتفقت انا كتلميذ هستفيد ازاي من الوحدة دي في الاكزامان، يعني في الامتحان. الوحدة دي هتجيلي بأي شكل؟ اتكلمنا في شكل بتاع السيتواسيون، ودلوقتي بنتكلم في شكل بتاع المال او الايميل. طبعا الايميل هيقول لي ريبوندي ا سو ميل بار 3 فراز كومبليت، رد على الايميل ده بثلاث جمل كامله. ثلاث جمل كامله يعني سوجي فيرب كومبليمون، فاعل فعل مفعول، مفيش مفيش لا، كلمات قصيره لا، ده
حضرتك طول، عايزة جملة كاملة. طبعا ببدأ المال بسالو، ازيك، او tu es allé pendant le week-end، او يعني اين، tu es allé pendant le week-end، هو انت رحت فين اثناء الويك اند. سؤال بقى تاني، avec qui، مع مين، و qu'est-ce que vous avez fait، وماذا فعلتم. تمام، وطبعا بيختم بقى بلوس، يعني باي باي، مع السلامة، اشوفك بعدين. خلي بالك جدا من ادوات الاستفهام، في ناس لحد دلوقتي بتتلخبط بين avec qui ومثلا و avec quoi مثلا، او qu'est-ce que و quoi، او كلمة pourquoi. الاو لا خلاص، الاو كتير قوي من ولادنا ظبطت، الاو يعني اين، والكي بس يعني مين. افك كي بقى، افك كي يعني مع مين. تمام، فهنا جاي يسالني هو انت رحت فين في الويك اند اللي فات، طيب رحت مع مين وعملتوا ايه. 3 اسئله ومحتاج 3 اجابات كامله. يعني هنا ما يقوليش افك كي مع مين، اقول له افك مي بارون مثلا. لا، افك مي بارون دي كده جمله ناقصه. ناقصه ايه؟ ناقصه فيرب. انا عندي مفيش جمله من غير فيرب، يبقى انا ذهبت الى المكان الفلاني مع مي بارون. داكور، تعالى بقى اما نرد. طبعا قال لي سالو، هقول له سالو. قال لي انت رحت فين اثناء الويك اند، فانا هاخد منه pendant le weekend، اثناء الويك اند. je suis allé، انا ذهبت. chez mon grand père à la ferme، انا رحت عند جده في المزرعه بتاعته. طب ممكن اشيل دي واكتب على طول على كامبان، يبقى pendant le weekend je suis allé à la campagne. اه طبعا براحتك، يبقى اسمك عملت جمله كامله، فاعل وفعل ومفعول. تمام، خلي بالك احنا بنجتهد، احنا جايين هنا ميسرين ومساعدين فقط ليكوا، انما انتوا في ناس كتيره قوي بتعرف تكتب حلوه قوي قوي قوي، واسلوب جميل وكلمات يعني قويه وجمل غنيه جدا، فمش محتاجه اي تعديل، بس احنا بنطرح مثلا وسيله مساعده. اوكي، يعني ساعدتك ده شيء كويس، ما ساعدتكش انت عندك احسن، يبقى استمر بالاحسن. داكو، يبقى انا رحت شي مون جراند بير على فيرم، واي اجابه كوركت ولوجيك اتاكسبت، يعني كل الاجابات بتاعتكم المحتمله السليمه الصح اللي مكتوبه حلو بتقبل في الامتحان. طيب خلي بالك، احنا السؤال التاني كان ايه، افيك كي يعني مع مين. طب هقول له je suis allé à la ferme avec ma famille، وهي دي الجمله الكامله اللي انا بتكلم معاك فيها. الفاعل هنا اللي هي je، والverb suis allé، والمفعول avec ma famille، يبقى انا ذهبت الى الفرم مع العيله. دي كده الرد في جمله كامله. qu'est-ce que vous avez fait، بقى انتوا عملتوا ايه. ممكن اقول له ايه، والله on a donné à manger aux animaux، اتفقت معاك ان مفيش حد بيقعد في الريف كده يعني سان فير ريان، يعني او سان ريان فير، بدون ما يعمل حاجه خالص، لا بينزل يشارك اهل المكان في اللي هما بيعملوه. فمثلا نزلنا اكلنا الحيوانات، انا دوني ا مانجي او زانيمو، يعني نزلنا اكلنا الحيوانات. اي انا رمسي لي فريز، وقعدنا يعني نجمع معاهم محصول او الزرعه بتاعه الفراوله. داكور، دي الاكتيفيتي. ممكن اكتفي بحاجه واحده اللي هي انا دوني ا مانجي او زانيمو، او انا رمسي لي فريز. انا يهمني جمله واحده، والجمله تبقى صح ومكتوبه مظبوط وفاعل وفعل ومفعول. داكور، اللي مش بيعرف يكتب كتير ما تكتبش كتير، اكتب لي قليل بس اكتب لي صح. داكور، فراز كورتو سامبل، جمل قصيره بسيطه صحيحه. طيب تعال نشوف ميل تاني، قال لي ريبوندي ا سو ميل بار 3 فراز كومبليت، ترد لي على الميل ده بثلاث جمل كامله. سالو، اهلا او ازيك. كاسك تو ام على كومباني، ده سؤال حلو قوي، انت بتحب ايه في الكومباني. كال اكتيفيتي براتيك تو على كامباني، ايه الاكتيفيتي، يعني انت بتحب تروح ليه الكامباني، طب انت بتروح تعمل ايه، ايه الحاجات اللي انت ممكن تمارسها، ايه الانشطه. اي كاسكو تو سي با فير لابا، وايه الحاجات اللي انت مش بتعرف تعملها. يلا ابلوس، يعني باي باي. طبيعي جدا ان الواحد ما بيعرفش يعمل كل حاجه، ماشي، في حاجات نعرف نعملها وحاجات ما نعرفش نعملها او ما نقدرش نعملها.
هو بيسألني انت بتحب ايه في الريف، وايه الاكتيفيتي، ايه الانشطة اللي انت بتروح تمارسها في الريف، وفي حاجات ما بتعرفش تعملها، ايه بقى الحاجات اللي انت ما بتعرفش تعملها؟ تعال ما نشوف. هرد طبعا، قال لي سالو، هقول له سالو على كامبانيا. هو قال لي اول حاجة ايه، وانت بتحب ايه في الريف؟ الناس كلها بتروح الريف ليه؟ على لا كامباني جيم لير بور، حب الهواء النظيف، الهواء اللي لسه ما فيهوش بوليسيون كتيره من الكثافه الفظيعه والعربيات و و الى اخره. فلير بور، الهواء النظيف، لو كالم، الهدوء، الهدوء عشان احنا في المدينه مفتقدين جامد الهدوء. إيه مو بروموني او شون، وكمان بحب اتفسح جوه الحقول. يعني هنا اللي بيروح الريف ده بيروح عشان يستمتع بالهواء النظيف، بيروح علشان يسترخي كده بعيد عن الضوضاء بتاعة المدينة، فبيحب الكلمة أو الهدوء، وبيروح علشان مفتقد المساحات الواسعة للفسح، فيروح يعمل مو بروميني أو شون، يروح يتفسح جوه الحقول. داكو. طيب هنا بقى ايه الاكتيفيتي اللي ممكن الواحد يروح يعملها في الكامبان؟ هنقول على كامبان في الريف il y a beaucoup d'activités à faire. لو انت فاكر ان الريف ده مكان بس هادي وكده ومفيهوش حاجه تتعمل، لا ده في حاجات كتيره قوي تتعمل. À la campagne, il y a beaucoup d'activités à faire. في انشطه كتيره قوي تتعمل. زي ايه؟ زي مونتي ا شيفال، ان انا اخد الحصان واتمشى بيه في الحقول. faire du VTT، فاكرين الVTT طبعا من الوحده الاولى صح؟ تمام. وداني امانجي اوز انيمو، واروح اكل الحيوانات. يعني بستمتع وبعمل رياضه وبتفسح وبعمل حاجه مفيده ان انا كمان اكل الحيوانات. طيب هو سالني انا ما بعرفش اعمل ايه، هقول له جو نو سي با غاماسي لي زوف، انا مش بعرف ادخل مثلا حظيره الدجاج والم البيض علشان نعمل بيه اوملات مثلا. داكور. يعني في حاجات اكيد نعرفها، في حاجات ما نعرفهاش، منها رامسي لي زو، ان انا الم البيض، اجمع البيض من الحظيره، او مثلا اغامسي لي ليجوم، في خضار ان انا اقطفه بيبقى له اسلوب معين فلسه ما اعرفش. ممكن تكتب جمل بسيطه وسهله، رامسي لي زو، غامسي لي فريز، او غامسي لي ليجوم. داكو. طيب ده كده المال التاني المتعلق بالكامباني. تعالى نتكلم في حاجة بقى مهمة قوي، اللي هي لي سوجي، الموضوعات. ايه الموضوعات اللي ممكن تجي لي في الاكزاما، في الامتحان الخاصة جدا على الوحدة الثالثة؟ خلي بالك ان اللي يكتب مال عن الكامباني والاكتيفيتي هو هو نفس القصة بتاعت الموضوع. يعني دايما المال والسوجي قريبين جدا كأفكار وكأسلوب وكطريقة. هنا انت بتنتج انتاج حر جمل بالفرنسية كاملة بطريقة معينة، ونفس الموضوع بالنسبة للسوجي. فاللي يعرف يكتب مال سهل قوي يعرف يكتب سوجي. داكور. هنا قال لي تريتي سو سوجي و اوتيليزي لي تخوا مو انتر بارونتيز و اكريفي سانك فراز. الفرق بين السوجي والمال، المال ثلاث جمل بيديني ثلاث اسئلة ارد عليهم في ثلاث اجابات، اما السوجي بيديني كلمات او اليمون، عناصر، ثلاث كلمات كعناصر مساعدة، ويطلب مني ان انا اعمل بيهم سانك فراز، اكتب خمس جمل. شفتوا ان الدنيا قريبة ازاي؟ هنا بقى قال لي ايه، ديكريفي فوز اكتيفيتي على كامبانيا، اوصف لي واكتب لي كده ايه الاكتيفيتي اللي انت ممكن تعملها في الكامبانيا. اوصف لي، كلمة ديكريفي يعني اوصف، اوصفوا لي الاكتيفيتي بتاعتكم في الكامبانيا، ومديني كلمات، يعني كلمات ثلاثة ان انا اعمل بيها ايه. نطلع فاصل ونرجع نعمل الموضوع مع بعض. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وقلنا هنتكلم في حاجة مهمة جدا اللي هو الموضوع. عندي موضوع عن الكامبانيا برضو، على أساس ان هو الوحدة بتاعتنا بتتكلم عن الكامبانيا، فلازم انا كتلميذ استشف كده ان اكيد اكيد هيجي لي موضوع عن الحياه في الريف والاكتيفيتي اللي موجوده اللي انا بروح في الريف اعملها. ايه ممكن اعمله، ايه ممكن ما اعملوش.
زينة قال لي ايه بقى؟ قال لي ديكريفي فوز اكتيفيتي على كامباني، يعني اوصف لي ايه الانشطة بتاعت الكامباني او اللي انت بتروح تمارسها في الريف، واستخدم لي الثلاث كلمات اللي قدامكم مونتي، ولازم لما اقرا الكلمات احللها وافهم ايه بالظبط. يعني ايه مونتي؟ مونتي بنستخدمها كتير، مونتي اشيفال ان انا اصعد على الحصان، او يعني اركب حصان يعني امارس الفروسيه، تمام. طب وعندي كلمه شان اللي هي الحقول، وعندي كلمه ليزانيمو اللي هي الحيوانات. ثلاث كلمات مهمه هنعمل بيهم ايه بقى؟ هعمل بيهم 5 جمل عن النشاط بتاعي في الريف. تعالوا ما نشوف كده احنا قلنا ايه. وطبعا قلت لكم ان انتوا ممكن، في ناس كتيرة قوي من ولادي بيكتبوا احسن مننا بكتير، داكار. طب هنا بدأنا طول الويكند، كل الويك اند جو في شي مي جران بارون على كامبان، يعني خلال الويك اند انا دايما بروح عند جده ونناه في الكامباني في الريف، بروح عند جدي وجدتي في الريف كل ويك اند. على كامباني في الريف je me promène dans les champs. طبعا انت خلاص بقى من كتر التكرار حفظت بروح فين اتفسح فين، يا اتفسح في الحقول، يبقى je me promène dans les champs. Je fais du VTT. Je fais du VTT يعني انا كمان بعمل ايه؟ بمارس رياضة العجل، تمام. بما ان هناك طبعا ممكن يبقى الارض مش مستقرة قوي، فده يبقى مفيد قوي ورائع بالنسبة للفي تي تي، لان الفي تي تي يعني اسوق الدراجة في الارض الوعرة، صح. طيب je nage dans la rivière، وبعوم في الريفير اللي هو الانهار الصغيرة، و je monte à cheval، وبصعد على ظهر الخيل. هل انا لازم اكتب كل دول؟ لا. طب هل في حاجات تانية تتعمل؟ اكيد في حاجات تانية تتعمل. طب انا اكتب كل حاجة ولا اكتفي بحاجتين؟ انت براحتك، بس اللي تقدر تكتبه تكتبه حلو قوي متأكد منه هو اللي تكتبه. انما فاكر حاجة نص نص وعايز تزود بيها، لا لو سمحت ما تزودش، خلاص. يبقى كفاية قوي ان انا هقول له je me promène dans les champs، بتفسح في الحقول، ادي جملة. je fais du VTT، دي جملة تانية. je nage dans la rivière، دي جملة تالتة. je monte à cheval، جملة رابعة. اهي اربع جمل عن الاكتيفيتي، ممكن يبقوا جملتين فقط لا غير، عشان قال لي انشطة، تمام. يبقى ما اكتفيش بجملة، بس مش شرط اذكر الاربعة، تمام. طيب هنقول ايه كمان؟ à la campagne il y a aussi d'animaux comme، ابدا بقى اقول والله في الكامباني في الريف يوجد، اليا يعني يوجد، اوسي بوكو دانيمو، في حيوانات كتير قوي. وبعد بوكو لو انت فاكر بنحط الدو، بس انيمو هنا اولها فايل، فهحط دي ابوستروف، فبوكو دانيمو كوم. ابدا بقى اذكر شويه اسماء من الحيوانات اللي موجوده في الريف، زي لي فاش، لي بول، لي موتون، لي لابان، اللي بعرف اكتبه اكتبه، انما مش بعرف اكتفي بحاجتين ثلاثه، ماشي. هنا قلنا فاش ابقار، وبول فراخ، وموتان خرفان، واللابان اللي هي الارانب. ممكن تكتب 2 فقط لا غير لو انت مش بتعرف تكتب كله، بس ممكن كمان تزود لو انت عندك حصيله كلمات كويسه قوي، اكتب كل اللي نفسك فيه. هنا بقى جام اوسي دوني ا مانجي اوز انيمو اي رامسي لي فروي اي ليجوم. من ضمن الاكتيفيتي اللي انا بعرف اعملها هقول له جام اوسي دوني ا مانجي، بحب كمان ان انا ادخل ادي الحيوانات تاكل، يعني ااكل الحيوانات، وادخل البوتاجي البستان، واعمل رامسي لي فروي وليجوم، والم الخضار والفاكهه، اجمع الخضار والفاكهه، داكار. كل دي اكتيفيتي على كامباني، وكلها كلمات بسيطة ما فيهاش مشاكل خالص. ده بالنسبة للسوجي. طيب كده احنا اتكلمنا معاكم في المواقف، واتكلمنا معاكم في المل، اتكلمنا معاكم في الموضوع. تعالى بقى نتكلم في الايه، تعالى نتكلم في الجرامير. طيب الجرامير عندي حاجتين مهمين جدا جدا. عندي comment répondre négativement à une question، ازاي ارد بالنفي على سؤال، وكمان comment s'exprimer au passé
انا ازاي اعبر عن نفسي او احكي ان ريسي او اعمل جمله في الماضي. داكور؟ طيب احنا جايبين شغل بالظبط محاكي للاكزامان. انا قلت انا كتلميذ هستفيد ايه؟ لا تعالى انت هتستفيد وهتستفيد، يعني الناس اللي خلصت وبتراجع احنا عاملين هاي مراجعه هايله داكار، والناس اللي ما خلصتش ادينا بنساعدها نقول لها عندك كذا 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 وراجعي على كذا كذا واحفظي وخدي بالك و و داكار. طيب الجرامر هنشتغله عن طريق شويه فرازات زي الاكزامان بالظبط. Choisissez la bonne réponse, اختار الإجابة السليمة. عندي point. Ils ont fait du vélo au club. طيب. Ils ont fait du vélo au club. هنا الجملة بتقول فيما معناه ان هم خلاص يعني لعبوا بالعجلة فين؟ في النادي. عرفت منين ان هم لعبوا؟ عشان الفيرب، الفيرب ils ont fait. ils ont fait ده فيرب ايه؟ ils ont fait ده فيرب faire. ايه ده؟ ليه مش فيرب avoir؟ عشان avoir جاي مساعد. طب علشان نبقى فاهمين الموضوع تعالى كده نعمل ريفيزيون سريعه على الباسي كومبوزي. هنتكلم على le passé composé. طبعا الناس اللي خلصت عارفه يعني ايه باسي كومبوزي، بس باسي كومبوزي يعني ماضي مركب. طيب يعني ايه مركب؟ ليه اسمه كده؟ قال لي عشان هو مكون من نصين. ايه النصين؟ قال لي فيرب مساعد وفيرب اصلي. المساعد بيبقى فعل افوار اللي احنا حافظينه صم من زمان، واتر اخوه على طول. داكور؟ طيب والفعل الاصلي بيبقى في البيبي يعني تصريفه الثالث. ده كده الفورماسيون بتاعت الباسي كومبوزي، فيرب مساعد وبالفعل الاصلي. المساعد عندي يا اما افوار يا اما اتر، ما ينفعش الاثنين. والبيبي يعني تصريف الثالث للفعل الاصلي. طب تعالى نتكلم دلوقتي، انا لما هعمل كده اقول لك دي الفورماسيون بتاعت الباسي، تقول لي طب انا ما فهمتش يعني ايه. الناس اللي لسه ما درستش خالص هتقولي انا ما فهمتش يعني ايه افوار او اتر وبيبي. هقول له افوار واتر من اهميتهم اول فعلين في اللغه، دول يعني شايلين الفرنسي، اضلاع مهمه قوي 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 قوي. هو افوار واتر واليو فير، الاربعه كده زي بالظبط اخواتهم في الانجليش. اوكي، تحس ان هم شايلين الفرنسي، شايلين الجرامير في حاجات كتير قوي. فهنا جاي يساعد الفيرب علشان يحوله الى الباسي كومبوزي. قال لي طب يعني ايه افوار او اتر؟ هقول له عشان مش كل الافعال مع افوار ومش كل الافعال مع اتر. طب احنا نعرفهم ازاي؟ هقول لك تخيل ان الافعال في الفرنسي عباره عن ران كبيره قوي، بيتزا كده كبيره خالص، حاجة اكسترا لارج، فاميلي سايز. الافعال دي كلها جي افوار خدهم. طب واتر؟ اتر لحق نقول اتنين سلايز من البيتزا، ماشي. لو اعتبرنا الفيرب في فرنسي عبارة عن بيتزاية كبيرة قوي، فاميلي سايز كده، افوار هيجي ياخدهم كلهم، اتر هيجي ياخد اتنين سلايز دو تيير، ماشي. السلايز الاولانيه فيها ال 14 فيرب داكسيون، ال 14 فعل بتوع الحركه، والسلايز الثانيه فيها لي فيرب برو نو مينو، الافعال ذات الضميرين، تمام. والباقي كله بيتصرف مع افوار. داكور؟ يبقى كل الافعال ممكن نقول كل الافعال تتصرف مع افوار، ما عدا اتنين نوعين من الافعال، ال 14 فيرب بتوع الاكسيون والفيرب برونومينو. داكور؟ طب تعالى واحده واحده كده افتكر معايا الناس اللي خدت بس سي كومبوزي. تعالى نفتكر ايه ال 14 فيرب دول، ايه ال 14 فعل بتوع الحركه؟ يعني دول
سبع أفعال والعكس بتاعهم، دول بنسميهم أفعال الحركة. إيه دول بقى؟ دي ألي فينير. مين ما يعرفش ألي فينير؟ كل الناس تعرف ألي فينير. ألي يعني يذهب، فينير يعني يأتي. طيب أريفي وبارتير، أريفي يعني يصل وبارتير يعني يرحل. مونتي يصعد السلم وديسوندر ينزل السلم. انتري سارتير، انتري يعني يدخل من الباب، سارتير يخرج من الباب. يبقى الي عكسه فينير، اريفي بارتير، مونتي ديسوندر، انتري عكسها سارتير، ريستي تومبي، ريستي يعني يبقى او يظل، وتومبي يعني يقع. بس يمر، لو انت هتنزل تعمل شوبينج ولا حاجة تمر الاول على كل المحلات، وبعد كده تاخد كده تشوف ايه الجديد في المود والدنيا ماشية ازاي، وبعدين دماغك بقى ده البنطلون اللي في المحل كذا، على الفاست اللي كذا، على التيشيرت كذا، على الباسكت اللي هي الحذاء الرياضي، الشوسيور دو سبور الشكل الجديد بتاعها او الكلمة الجديدة بتاعتها اسمها باسكت، كوتشي جديد، داكور، وتبدأ تظبط لنفسك طقم، وهكذا المادموازيل. داكور، يبقى عندي كده 2 4 6 8 10 12، ويبقى ناقص لي الحياة كلها في لحظة ميلاد ولحظة وفاة. يبقى ادي النتخ وادي المرير. يبقى allez venir entrer sortir arriver partir monter descendre rester tomber passer retourner و naître و mourir. دي اسمها ال 14 فيرب بتوع الحركة، دي اساسي اساسي بيتصرفوا مع اتر. معاهم ايه بقى؟ معاهم مثلا نقول فيرب دو لا ميم فامي، افعال من نفس العيلة. زي ايه؟ زي مثلا venir ممكن يبقى revenir او devenir. revenir يعني يرجع، ودفنير يعني يصبح. دي العيلة بتاعت فيرب venir. تمام. وعندي كمان في redescendre، وعندي يعني اي فعل من دول دخلت عليه الدو او الر، طالما دول هتصرفوا مع اتر يبقى كمان اخواتهم من نفس العيله هتصرفوا مع اتر. ماشي، احنا بنعمل حاجه بسيطه سون كومبليكي، يعني بدون تعقيد. نديك فكره، دول هيتصرفوا كده مع المساعد اتر، اي فعل من دول هصرفه مع المساعد اتر. داكور. طيب في ايه تاني بتصرف مع اتر؟ هنقول لفيرب برونومينو. ايه الفيرب برونومينو؟ دي الافعال اسمها ذو ضميرين. يعني ايه ذو ضميرين؟ يعني هو الفعل لما اجي اصرفه اسمه جو في، تو فا، جي، تو، جو سوي، دي الفعل والفاعل. انما هنا لما اقول سو بروموني، سو بروموني يعني يتفسح او يتنزه. خد بقى نفس السيستم ده، يعني سو بروموني، سو بالادي، سو تروفي، سابيي، سو دوشي، سو بروسي، افعال كتيره قوي من الفصيله دي. سو بروموني يتفسح، سو بالادي يتجول، وعندي سابيي يرتدي ملابسه، وعندي سو تروفي بتكلم مثلا بستخدمه لما اجي اتكلم على مدينه او بلد، اقول او سو تروف ليجيبت مثلا، اين تقع مصر، مصر موجوده على الخريطه فين، يبقى موجوده مثلا في شمال افريقيا والى اخره. داكور. يبقى سو بروموني، سو بالادي، سابيي، سو تروفي، واي فعل في سو او اس ابوستروف يعتبر فيرب برونومينال، والجمع بتاعه برونومينو، زي كلمة انيمال وجمعها انيمو. داكور. طيب ف
في الماضي بيحصل ايه؟ في الماضي باجي مثلا، لو انا عايزه اقول انا اتفسحت امبارح، فعل ذو ضميرين كده، انا عايزه اقول امبارح انا اتفسحت في وسط البلد مثلا، ادي ايار، هتكلم عن نفسي هقول جو. طب وبعدين اتفقت، ده الافعال ذو الضميرين هتصرف مع ايه؟ مع اتر. يبقى انا هشتغل ازاي؟ هشتغل، هجيب ضمير ثم افك الضمير التاني، السودي بتبقى مو، وبعد كده اجيب فرب اتر واقوم قايله سوي، يبقى جو مو سوي. وبعدين احط البي بي بتاع الفرب، البي بي ده اللي هو التصريف التالت، احنا ما اتكلمناش فيه، احنا هنتكلم فيه دلوقتي. انا وانا بقول لك باسي كومبوزي يعني افوار واتر وتصريف تالت، قلت لك ايه الافعال اللي مع افوار وايه الافعال مع اتر، صح؟ بس البي بي بقى نجيبه ازاي؟ قال لي والله لو فيرب بريمير جروب مجموعه اولى بشيل الار واحط ايه عليها اكسون، وقيس بقى على كده انت عندك افعال مجموعه اولى كتير جدا. طيب افعال المجموعه التانيه بتخلص بالاي ار، هشيل الار واسيب الاي. طب والتراسيوم جروب؟ اي لا، تراسيوم جروب دول بقى مهمين قوي ولازم يتحفظوا، دول حفظ مفيش كلام يعني، لان عيله بتخلص بال مثلا بالاو عليها اكسون، عيله بتخلص بالاو، عيله بتخلص بالاي بالاس زي بروندر، تمام؟ فدول عائلات حضرتك لازم تكون حافظهم، ماشي؟ طيب يبقى هنا فيرب برونوميني، فيرب برونومينال زي سو بروموني، عايزه اجيبه او اجيب البي بي بتاعه في الماضي، هقول جو مو سوي، هنا بروموني اخره او ار، هعمل ايه؟ هشيل الار واقوم احط او عليها اكسون، يبقى جو مو سوي بروموني، عايزه اقول في وسط البلد هقول او سنتر فيل، في وسط البلد، تمام؟ طب لو انا بنت، جو مو سوي بروموني، انا كده ولد. ها خلي بالك في حاجه، الافعال مع افوار ملهاش تبعيه الا في حاله معينه هناخدها بعدين، اما الافعال اللي مع اتر لازم يكون فيها اكار. يعني ايه اكار؟ يعني الفعل بيتبع الفاعل بتاعه جنسا وعددا. انا ولد هقول انا اتفسحت، طب انا بنت هقول انا اتفسحت برضو، بس هزود ايه؟ هزود او. طب لو احنا جمع، لو هقول لك احنا امبارح نزلنا اتمشينا في وسط البلد او اتفسحنا في وسط البلد، يبقى هقول نو، ساعتها هتبقى ايه الجملة؟ هتبقى كده، بدل انا هتبقى نو، نو ها انه هتاخد ايه كضمير تاني؟ انه هتاخد نو تانية، يبقى نو نو. وبعدين فيرب اتر مع النو، يبقى نو نو صام، نو نو صام ايه بقى؟ برو مني واكيد اس، يار نو نو صام بروميني، احنا اتفسحنا لازم تاخد اس. طب لو اللي بيتكلم ده مجموعه بنات مع بعض، يبقى اذا الشكل هيبقى كده، بعد الاو عليها اكسون هيبقى الاو موي بتاعت المؤنث ثم الاس، احنا اتفسحنا امبارح او سنتر فيل في وسط البلد، داكور؟ يبقى لازم نفهم ان مع اتر في تبعيه مع الفاعل، انا ولد مفيش مشاكل هحط او عليها اكسون فقط لا غير، انا بنت هزود او، من اول نو فو الى افيك اس لازم الفعل يخلص بالاس اكيد، الى افيك اس لازم الفعل يخلص بالاو عليها اكسون والاو مي والاس اكيد، تمام؟ الا بقى في حاله المفرد، لو انا بتكلم على ايه، انا بتكلم على مثلا مها، اقول لها مها انت اتفسحتي امبارح، يا هانيا انت سافرتي، انت رجعتي، انت نزلتي، يبقى انا بكلم بنوته، بديك اشاره ان انا بكلم بنوته، عشان كده الفعل بيخلص بالاو عليها اكسون ثم الاو مي، داكور؟ الدنيا بسيطة والله وسهلة جدا، مفيش أي مشاكل خالص. هنا مثلا واحد من دول، واحد من الأفعال الـ14، أقول مثلا أنا نزلت، أنا نزلت مصر مثلا، فيرب ينزل اسمه ديساندر، في الماضي عايز أقول إيه؟ صحابي نزلوا مصر، ها هقولها إزاي؟ همسك فيرب ديساندر وأقول صحابي، مي زامي كده اصدقائي، نزلوا مصر، ينزل ده فيرب ديساندر، ديساندر من الـ14، يبقى اتصرف مع المساعد افوار، افوار صحابي هشيلها
وكأني بتكلم على الضمير إلى فاك أس. يبقى إلى فاك أس هتاخد إيه؟ إيس سون، نزلوا مصر. إيس سون الفعل ينزل اسمه ديسندر، ديسندر البي بي بتاعه تصريف التالت بتاعه، هشيل الار والاو واقوم حاطه او، يبقى اي سون ديسون دو، وما اكتفيش بالاو لازم احط ايه؟ اس. ليه؟ لاني بتكلم عن جمع والجمع مذكر. مي زامي سون ديسون دو اون ايجيبت مثلا الشهر اللي فات، الاسبوع اللي فات، او السنه اللي فاتت حتى. تمام؟ هنقول السنة اللي فاتت. ده يخلينا نتكلم في حاجة، امتى بستخدم ال passé composé؟ الكلمات الموكلي امتى الاقي مثلا جملة فيها كلمة زي hier او passé او dernier، اعرف على طول ان انا بشتغل في passé composé. امتى؟ زي ما بقول كده، او ما الاقي كلمة passé، كلمة درني، هنا كلمة سنة هتاخد او، بس لو بتكلم في شهر، شهر مذكر يبقى درني، السنة هتبقى درنيير. طب ممكن كمان اقول ايه؟ اقول يير، امس. ممكن اقول افانتير، اول امس. ممكن اقول مثلا منذ، اليا تخوا سومان جو نتي با فو، من 3 اسابيع انا ما شفتكوش مثلا، او اكتر. داكور؟ فايه بقى الموكلي؟ كلمة زي hier أو avant-hier أول أمس، أو passé و dernier اللي فات أو الماضي، أو كلمة il y a كمان اللي هي منذ، وبيجي بعديها فترة زمنية، يعني il y a زائد période، منذ فترة ما شفتكش، ما سمعتش أخبارك، ما بعتليش كده يعني. يبقى امتى بستخدم الباسي؟ الكلمات الموكلي، كلمة باسي، كلمة ديرني، كلمة ايير، كلمة افونتيير، كلمة ايليا زائد فترة. ماشي؟ الباسي كومبوزي ده ماضي مركب، ها تركب من افوار واترو تصريف تالت. الناس كلها تعرف افوار، بس نقول بقى اهو جي تشا الى نو افون فوز افي ايزان، اتر جو سوي تشي الي، نو سوم فوز ات ايسان. تمام؟ ونحط جنبيهم الفعل الاصلي في البي بي. قلنا البي بي بيجي ازاي؟ لو مجموعة أولى بشيل الار واحط اي عليه اكسن، مجموعة تانية هشيل الار واسيب الاي، مجموعة التالتة يا ريت تحفظوا افعال المجموعة التالتة بس، وتفرقوا امتى الافعال مع افوار وامتى الافعال مع اتر. قلنا افوار يعني جوغمون شوية شوية، يعني بما ان احنا صورنا الافعال على انها بيتزا كبيرة، فاذا افوار جورمون يعني بحب الاكل قوي، فجه خدهم كلهم. اما اتر جه نقى المجموعتين الافعال المهمين قوي واللي فيهم شغل حلو قوي. الافعال مع افوار ملهاش تبعيه غير في حاله ال برونون بيرسونال، لما يعني تكبروا شويه او نتقدم شويه في المنهج نتكلم فيها. اوكي؟ وكمان الافعال اللي مع اتر هي اللي بتخضع للتبعيه، لازم ابقى عارفه مين اللي بيتكلم علشان الفعل يتبع الفاعل جنسا وعددا. داكا؟ ده ببساطة شديدة. تعالى بقى نتكلم هنا استخدم ايه في الكلمات اللي قدام. ده كله علشان نحل الجملة دي. اللي قدامنا ده دومان وايار وشاك جور، هما دول الموكلي، دي الكلمات اللي انا هشتغل عليها. لما اقول لك ايزون في دي فيلو او كلوب، خدوا العجلة وقعدوا يلعبوا عجل امبارح في النادي. Ils ont fait ده فيرب فير في الماضي. عرفت منين؟ عرفت من فيرب افوار اللي متصرف مع الاي لافيك اس، وعرفت من شكل فير ان هو كده بالتي شكله في البي بي في التصريف الثالث. داكور؟ كده انا كتلميذ او كطالب عرفت افرق شكل الفعل. لازم ابص كده اقول ils ont fait، يبقى ده فيرب يفعل في الماضي، فيرب فير في الباسي. يبقى ils ont fait du vélo au club، يا ترى بقى محتاجة هنا موكلي، محتاجة مدة، محتاجة زمن. يا ترى دوما، يا ترى ايار، يا ترى شاك جور. دوما يعني غدا، وغدا ده كلمة من كلمات المستقبل، وطبعا المستقبل عكس الماضي تماما. طيب ايار يعني امس، طبعا ايار هي الصح لان الفعل فوق متصرف في الماضي.
شاك جور، كلمة شاك جور يعني كل يوم كل يوم كل يوم، دي ده زمن البريزون المضارع، فطبيعي هتبقى إير. يبقى أمس هما قعدوا يلعبوا بالعجل في النادي. طب شوف الجملة التانية، إير. أول ما ألاقي إير على طول، خلاص بقى أول ما لقيت إير على طول دماغي هتجيب إيه؟ إن الفعل ده لازم يبقى فين؟ أكيد بس كومبوزي. قال à 6 heures du soir avec leur père. قال دي كناية عن جمع بنات، هن الساعة 6 مساء مع والدهن. vont arriver sont arrivés ولا arrive؟ يا ترى، ها برافو، في ناس شاطرة جدا 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 حلت على طول. طيب احنا بقى هنمشي بالراحة ونحلل. vont arriver يعني سوف يصلنا، سوف يصلوا او سوف يصلنا، بما ان جمع بنات في سوف يعني في فيرب الي، يبقى ما ينفعش. ليه؟ لان ده فيتشر، ده اسمه فيتشر براش، حاجة هتحصل في وقت قريب. طيب ما ينفعش كمان اريف اخر واحدة. ليه؟ لان اول الجملة قال لي ايار امس، فاذا سانت اريفي يبقى امس البنات دي وصلنا الساعة 6 مساء مع والدهن. دكار، عرفت اختار ازاي؟ عيني تبقى على اول الجملة او اخرها، عشان ساعات بيجي يلعب معايا حطريش ايار في الاول، حطري ايار في الاخر، او مثلا يديني جملة وفي الاخر يقول لي ايه لندي ديرني فاندردي باسي، يبقى عيني تدور في الجملة على موكلي، كلمة من الكلمات الدالة على الزمن، عشان اعرف انا هشتغل ازاي، مضارع ولا مستقبل ولا ماضي. جدي dernier يعني يوم الخميس الماضي. نو ا باريس، احنا الى باريس. طيب يا ترى، انا عارفه ان جدي dernier الخميس اللي فات، وهنا طبعا النو صريحه جدا. احنا باريس، وفي ثلاث اشكال من فيرب بارتير، وبارتير من ال 14 فيرب، من ال 14 فعل اللي بيتصرفوا مع اتر، صح؟ يبقى هنا الدنيا سهله جدا. ليه بقى؟ هشوف تصريف فيرب اتر الكونفينابل او المناسب واحطه جنب النو. النو بتاخد ات؟ لا طبعا. بتاخد سون؟ لا طبعا. النو بتاخد ايه؟ بتاخد صم. يبقى نو صم بارتي ا باري، الخميس اللي فات احنا سافرنا الى باريس. دي الجمله. في صعوبه؟ لا والله ما في اي صعوبه خالص، والدنيا بسيطه، بس نفهم ونحلل ونستنتج هنوصل مظبوط. يلا نيمرو 4. اير مي بارون، امس مي بارون يعني اهلي والدي. لافيون، لافيون يعني الطياره، بور لو جابون علشان اليابان، يعني مسافرين الى اليابان. تمام. طب عندي اير امس، هل ينفع احط فون بروندر يعني امس هم سوف يركبوا الطياره؟ اكيد لا. طب امس هم برن دلوقتي بياخدوا الطياره، هيركبوا دلوقتي الطياره؟ اكيد لا. طالما امس يبقى على طول بفكر في ايه؟ بس كومبوزي. فيرب بروندر، ها اعرف منين فيرب بروندر؟ هبدا، لازم اكون عارف حافظ افعال وعندي حصيله. بري ده فيرب بروندر، بروندر ابدا افكر كده، يا ترى يا بروندر انت من ال 14 فعل؟ لا. طب انت ذو ضميرين؟ لا. يبقى اذا هتصرف مع ايه؟ كده هتصرف مع افوار. ف مي بارون لو شلتهم احط الى فيك اس، والالى فيك اس هتاخد فيرب بروندر في الماضي اللي شكله بري، بي ار اي اس. شكله غريب شويه، بس انا اتفقت معاك ان افعال المجموعه الثالثه مختلفه، تمام، واختلافها يكمن في انها بتتحول شكلا شويه. في افعال بختصرها الى اتنين، يعني هي كتيره قوي، زي بوار، بوار يشرب، بوار بتبقى بو، وبروندر بتبقى بري، وماتر بتبقى مي، يعني وفي افوار نفسه بيبقى او واتخ اتي وفرفي، يعني في حاجات قريبه تفكرك بشكل الفعل، وفي حاجات بعيده، يعني محدش ممكن، يعني اللي مش مذاكر مش هيتخيل ان افوار في الماضي بيبقى حرفين او واو، بقول افوار او اتخ اتي الي الي. طب فيرب زي متر، متر يعني يضع او يلبس، هيبقى مي، وبروندر، بروندر هيبقى بري.
تمام. وسافوار فيرب يعرف، اللي هو مهم قوي 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 بالنسبة للوحدة دي، لأن طبعا بيسألني على الاكتيفيتي كو جو سي فير أو الاكتيفيتي كو جو سي با فير، أعرف أعمل إيه وما أعرفش أعمل إيه، تمام. فهنا لو قال لي ها عرفت بقى، عرفت تلم البيض إزاي، عرفت إن أنت مثلا تأكل الحيوانات إزاي، يبقى سافوار بيبقى سو داكور. فدول لازم يتحفظوا، عشان كده اتكلمت معاك وقلت لك مجموعة التالتة بس هي اللي فيها شوية افار، شوية مجهود من حضرتك ان انت تحفظ شكل الفعل في الماضي. داكور، تعال نشوف الجملة اللي بعد كده. بيقول لي لو ويكند، ويكند يعني خلاص قال العطلة الأسبوعية. ميز امي اي موا اون، خلي بالك بقى الجملة دي يعني لطيفة جدا وفيها شغل جامد قوي، فيها نسبة تركيز عالية قوي. الامتحان هيبقى طبعا في مستوى كل ولادنا، ماشي، مستوى التلميذ المتوسط، وانتوا كلكم ما شاء الله عليكم فوق المتوسط للامتياز وما بعد الامتياز، ماشي. بس اكيد اكيد في كمان تكة او تكتين جملة تستحق تقف عندها وتفكر. هنا قال الويك اند العطلة، ميزامي، لو انا بصيت بس على ميزامي هلاقي اصحابي اللي انا بشيلهم واحط ضمير الى فيك اس. طب قال لي ميزامي ام موا، صحابي وانا، وفي قاعده بتقول لي، قاعده الجمع بتقول لي صحابي وانا، يبقى جمعنا نو اللي هي نحن. طيب وفي كمان صحابي وانا الان اللي هي احنا، وهو ده اخر ضمير عندك، يبقى ما بصش بس على الاصحاب عشان هختار غلط، ما بصش بس على موا عشان هختار غلط، لازم امشي مع الجملة اقول صحابي وانا كلنا كده بالبلدي احنا، الان بتساوي احنا. شفت بقى ان انت لازم تمشي وتحلل وتقرا كويس وتفتح عينيك ازاي. لو انت ما خدتش بالك من الان يعني احنا، ومش فاكر ان الان يعني احنا اللي هي بتساوي معاها الفيرب الا مفرد، هتختار غلط، وخصوصا ان الاختيارات كلها تمشي مع التلاتة لو انت مش يعني مش مركز. عندي صام زالي، الناس اللي خدت حتة من الجملة وقالت لي صحابي وانا، على كده لما نيجي نحللها مي ميزامي فقط هتساوي ايه؟ هتساوي ايه لافيك اس يعني هما. طب قال لي ميزامي اموا، ميزامي اموا اي حد وانا، ده جمعنا نو اللي هي نحن، يبقى دي ميزامي لوحديها يعني هم، ميزامي اموا بقت نحن. طب مي زامي اموا اون، الاون دي هتساوي على طول الاي المفرد. شفت بقى الفكره؟ لو انا بصيت على اول كلمه عينيا هتجيب اي لافيك اس، وهنا في سون هتلخبط. لو بصيت على دي بس ميزامي اي موا، دماغي هتوصل للنو والنو نحن وعندي صم. لو انا بقى قريت عدل صحابي وانا كلنا احنا، وانا عارفه ان الان بتساوي الايل، يبقى طبيعي هختار صح اللي هي انا وصحابي كلنا احنا رحنا السينما. وخلي بالك اون ايتالي بنحط اس في عليه، لان انا بالعربي بالبلدي هقول احنا رحنا، رحنا دي فيرب الي لازم ياخد اس، يبقى اوني الفعل اه بياخد او اس تي، فيرب اتر مع الان ياخد او اس تي، بس الي لازم يخلص بالاس، اوني تالي احنا ذهبنا، احنا ذهبنا الى السينما. دي يعتبر جمله من الجمل اللي فيها مستوى ذكاء اعلى من الطبيعي، فلو سمحتم نركز علشان هي بسيطة وسهلة مفيهاش حاجة، بس عايزة يعني عيال نصحة كده، وانتوا كلكم حلوين. داكار، يلا اللي بعده. فندردي باسي، فندردي باسي ال او بارك. طب تعالى فندردي باسي الجمعة اللي فات ال او بارك، بارك اللي هي الجنينة او الحديقة. عندي تلات اشكال من فيرب سو بروميني في الماضي، ولسه قايله انا وانت جمله على سو بروميني ده.
اتفقت معاك. فعل زو سو برومني يعتبر من الزو ضميرين، تمام، اللي انا في الماضي هبدا اصرف ضمير فعل مساعد ثم فعل اساسي. يبقى ال سي برومني. هنا نحلل بقى الفعل مع اتر. اتر بيخضع للتبعيه، ال دي جايه صريحه اهي بنت، يبقى انا بدور على ايه؟ بدور على فعل اخره او، اتنين او بالنسبه لك غلط، مفيش حاجه اسمها اتنين او، في اي اللي هي الاو عليها اكسنت ايجو اسمها اي، ثم الاو موي الاو بتاعت المؤنث، يبقى هي دي الصح. ما ينفعش الاولى عشان بتكلم عن ولد، ما ينفعش الاخيره سوري ما ينفعش رقم اتنين عشان دي للجمع وانا بتكلم عن بنت مفرد، لازم تبقى سي بروموني، يعني الاخيره اقول اتفسحت الجمعه اللي فاتت، هي نزلت اتفسحت في البارك يعني في الحديقه. دكار عرفنا نشتغل ازاي. وبعد كده ما اسمهاش اتنين او، اسمها او عليها اكسون اسمها اي، والاو بتاعت المؤنث اسمها او موي. دكار يلا الجمله اللي بعدي. الجمله دي عايزه موكلي دلوقتي. بوان جي فيني تو مي ديفوار. جي فيني انا خلصت، خلصت ده فيرب ايه؟ فيرب فينير. فينير يعني ينهي او يخلص، ده فيرب دوزيام جروب مجموعه تانية. عايزه اجيب التصريف التالت بتاعه، يبقى هشيل الار واسيب الاي زي ما هي، يبقى جي فيني تو مي ديفوار، انا خلصت كل واجباتي. طيب خلصت كل واجباتي بقى دومان ماتا بكره الصبح، ولا اير سوار امبارح بالليل، ولا سوسوار هذا المساء؟ انهي صح؟ انهي اللوجيك؟ هل ينفع ابدا جمله فيها فعل في الماضي وانا بتكلم عن بكره الصبح؟ اكيد ما ينفعش. هل ينفع اتكلم اقول انا خلصت النهارده بالليل هيحصل كذا؟ لا طبعا. يبقى الصح بتاعي اير سوار يعني امس مساء انا خلصت كل الواجبات بتاعتي. دكا يلا تعالى نتكلم في جملة تانية. عندي معايا تليفون. الو، الو، ازيك يا استاذ نار؟ اهلا، بونسوار، ازيك؟ بونسوار، عامله ايه؟ انا تمام، سافا يا بابا. انتي منين؟ من سوهاج. اهلا اهلا بكل اصحابنا وحبايبنا واهلنا في سوهاج، وحشتونا. الله يخليك يا مستر. انا ما عنديش اسئله، بس انا اتصلت عشان اقول لك الف سلامه ليك وحمد لله على سلامتك. حياتي ميرسي، تسلمي. اسمك ايه؟ اسمي ايه. اهلا يا ايه. طب ممكن تحلي معايا الجمله دي يا ايه؟ انا ميرسي يا ايه، وتحياتي لكل اهلنا في سوهاج، واشكرك لذوقك. ثانك يو، ميرسي ميرسي. الجمله معايا لو انتي سامعاني ومكمله، الجملة بتقول hier soir أمس مساء ils ont une belle soirée، هم belle soirée يعني سهرة جميلة جدا. عندي ثلاث أشكال من verb passé. عارفة يعني ايه passé؟ passé هنا ليها اتنين معنى. في ولاد كتير قوي بيتلخبطوا بكلمة passé، لأن passé يمر و passé يقضي. ف passé لو يمر هتصرف مع أتر، وباسي لو يقضي هيتصرف مع افوار. انا عارفه ان كل ولادنا في سوهاج شاطرين جدا 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 جدا، وعندهم اساتذه زي الفل، فيعني تحياتنا للكل هناك، وعارفه ان ولادي هناك هيحلوا دي اول ناس. طب تعالوا نتكلم في باسي. لسه بقول باسي لو اتنين معنى. باسي لو لو يتصرف مع افوار، يعني في باسي مع افوار وباسي مع اتر، ماشي. باسي بيجي مع افوار في الحاله اللي هي يقضي وقت ممتع، يقضي ويك اند، يقضي اجازه. وباسي مع اتر لو هو يمر، اقول جو سوي باسي شي توا، انا عديت عليك، مريت عليك مثلا عشان اخد حاجة، لقيتك ما لقيتكش كده يعني. فهنا passé يعني يقضي، و passé يعني يمر. دكا؟ فهنا لو يقضي هيتصرف مع المساعد افوار، هقول انا قضيت وقت حلو قوي.
يبقى هقول جي باسي ان بوتون. معايا تليفون. بونسوار. بونسوار يا مدام. سافا سافا بيا. انتوا كويسين؟ اسمك ايه؟ اسمي فاطمة. اهلا فاطمة. منين؟ من القاهرة. اهلا اهلا اهلا. قولي لي يا بطة، عارفة الفرق بين باسي مع افوار ومع اتر؟ انا كنت متابعة حضرتك. طب حلو قوي. طب ممكن تعملي لي الجملة اللي قدامي دي؟ حاضر. يلا. يار سوار ايزان اون بيل سواري. يا ترى اني واحدة في الباسي؟ هتبقى نمرقة. نمرقة اللي هي انا بظهر عندي على التلفزيون، فاللي هو هتبقى ايه اقصى وبعد كده اقصى عشان تبقى جمع مذكر. طيب، وفي باسي كمان او عليها اكسون و او؟ لا ده دي هتبقى مؤنث. طيب، مفرد مؤنث. وفي باسي او عليها اكسون فقط لغير من غير اي اكار او اي تبعيه، اني الصح؟ لا هي هتبقى النمرقة. طب انا زعلانه خالص عشان هي نمرو سي. ليه يا مدام؟ هقول لك حالا دلوقتي. خلي بالك دلوقتي احنا اتفقنا ايه؟ فيرب باسي هنا بمعنى ايه؟ يقضي. ويقضي مع افوار. افوار ملوش تبعيه. صح؟ صح. بس انتي اتلخبطتي في الحته دي بس. ماشي. الافعال مع اتر هي اللي بتاخد على التبعيه. ميرسي ليك يا بطه، وتحياتنا لكل القاهريين اللي احنا منهم. ميرسي يا مدام. دو ريان يا حبيبي. باي باي. يبقى ناخد بالنا عشان الحته دي بتلخبط. فيرب باسي، فيرب باسي هنا قال لي ايل زون، فانت شايف كتلميذ ان ايل جمع وايل افيك اس جمع مذكر، فانت عينك على طول راحت على الاو عليها اكسون واس. بس ما ينفعش. ليه بقى؟ عشان هنا انا قضيت سهره حلوه. قضيت سهره حلوه مش مريت. لو يمر كانت تبقى صح، ولك هم مروا على صاحبهم مثلا علشان ياخدوه يروحوا النادي، تبقى تمام اوكي، هتبقى اول واحده. انما هم قضوا سهره حلوه، يبقى باسي هتبقى يعني او عليها اكسون فقط لغير اللي هي الاخيره. ايزون باسي اون بيل سواري. يبقى نرجع. باسي مهم لو مع لو يجي بمعنى يقضي يبقى يتصرف مع المساعد افوار، يبقى جي باسي مثلا اون بيل سواري. لو هيبقى يمر هيتصرف مع اتر، هقول جو سوي باسي، انا مريت عليك. جو سوي باسي شي توا، انا مريت مثلا عليك. شي توا يعني عندك في البيت. بو بروندر مثلا طون ديكسيونير، عشان اخد القاموس بتاعك، علشان اخد اطلس، عشان اخد سي دي. داكور. طيب تعال نشوف الجمله اللي بعد كده. اكالور il و اريفي. اكالور يعني في اي ساعة. الى فيك اس اللي هي جمع المذكر. واريفي عندي سان وفون وفيان. خلي بالنا عشان انا احل دي صح محتاجة ايه؟ محتاجة ابص كويس قوي واركز على الزمن. هنا فيرب اريفي جاي فين؟ فيرب اريفي جاي في الانفينيتيف، يعني المصدر مش متصرف. طالما مش متصرف يبقى عايز قبليه فعل ايه؟ فعل متصرف، لان القاعده بتقول لي دو فيرب كي سو سويف لو بروميي سو كونجوج لو دوزيام سو مي على انفينيتيف. فعلين جايين ورا بعض، وصرف الاولاني والتاني بحطه في المصدر. يبقى انا بسالك في اي ساعه هم هيصلوا. هيصلوا ده هل ينفع احطها في الماضي سان اريفي؟ لا طبعا ما ينفعش خالص. هو انا مش عشان بقول بدور على فعل متصرف هقوم جايبه سان، لان سون اريفي لازم يبقى ماضي، الماضي ما بيبقاش اخره ار. طب هل ينفع الاخيره فيان؟ كلمه فيان دي لازم يبقى يعني هناخد بعد كده، ده جايه في زمن تاني خالص. هيبقى فيان لازم يجي بعديها دو ثم اريفي. يبقى هنا فيان ما ينفعش. لازم اقول ايه؟ في اي ساعه هم سوف يصلوا. سوف دي اللي هي فيرب عليه متصرف. داكور. لحد هنا يقف شغلنا. انبسطت جدا بمتابعتكم، وميرسي لآية وميرسي لفاطمة وكل أهلنا في سوهاج، تحياتي وكل القاهريين. أكبر تحية طبعا العاصمة. يعني بنشكر كل ولادنا لمتابعتهم.
لو سمحتم لو في أي حاجة عايزين تستفسروا فيها ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك وبرنامج أو صفحة برنامج أصدقاء سر التفوق للغة الفرنسية. عندك سؤال في أولى أو تانية أو تالتة، في انتظار أسئلتكم، في انتظار أي حاجة تبعتوها. برضو عندي ولاد بيبعتولي حاجات أقراها وأقول رأيي وأقول أوكي ولأ، جمل بتقف، إيميلات، مواضيع، أي حاجة احنا تحت أمركم موجودين علشان نفيدكم أكبر قدر ممكن. وميرسي قوي لكل الناس اللي بتتابعنا، وميرسي على كل الناس اللي هنتنا بالسلامة، أشكركم وإن شاء الله إلى لقاء قريب جدا جدا جدا. ميرسي وأوريفوار وبونجورني.